طيب حضرتك يعني قلت الرغبة الحقيقية للإصلاح والدول العربية تترقب. خليني أقول لحضرتك أنه إن مجموعات وأحزاب المعارضة في لبنان يعني عندهم خطة لمعالجة الأزمات، عندهم تنسيق مشترك فيما بينهم، لكن هقول الجملة اللي هم قالوها في الوثيقة بتاعتهم تحديدا، إن ما تشهده البلاد حاليا سببه جشع النظام السياسي. المشكلة في لبنان ليست في الشعب اللبناني لكن في النظام السياسي. هذا الشعب لم يعد يثق في كل الساسة اللي موجودين، بدليل أنه حتى بتسمية دكتور مصطفى أديب امبارح ماكرون لما وصل وذهب إلى منزل السيدة فيروز، ودي كانت أول زيارة لي، كان في ناس واقفة عاملة مظاهرات أمام منزل السيدة فيروز بترفض مصطفى أديب. يعني حتى الناس لسه ما شافوش منه، لكن طبيعي زي لكن الشعب اللبناني اصبح يرفض كل الوجوه الموجوده، لا يثق بها. هو يعلم ان يعني هذا الاختيار او هذه التسميه ليست الحل، يعني تاتي بسفير يعني مستمر من 2013 في المانيا في يوم وليله عشان يصبح رئيسا للوزراء في لبنان في هذا الظرف الصعب الشائك، امر يعني غير معتاد وربما لا يقدم حلولا حقيقية للواقع اللبناني. لبنان اعتاد على التعامل مع المشاكل الحقيقية والصعبة بالمسكنات أو بتمرير الأزمة. يعني في أزمة سياسية، وبالأمس يعني صحيفة لي فيجارو الفرنسية يعني نشرت تقرير متداول داخل لبنان بشكل واسع جدا أن الرئيس الفرنسي هدد بفرض عقوبات على قيادات بارزة في لبنان ما لا يتم تمرير تسمية اسم رئيس الحكومة. وطبعا شيء مؤسف يعني لو كان هذا يعني حقيقي، لأن لبنان دولة مستقرة ومستقلة، ونتمنى لها أن يكون القرار الداخلي في لبنان نابع من إرادة الشعب اللبناني. بالعودة لزيارة الرئيس الفرنسي لمنزل الفنانة القديرة فيروز، دي رسالة مهمة جدا وبالغة التأثير. لبنان اليوم يعني بيحيي ذكرى قيام لبنان الكبير 1 سبتمبر عام 1920، النهارده 1 سبتمبر 2020، يعني 100 عام على قيام دولة لبنان الكبير، اللي الانتداب الفرنسي استطاع أن يعيد الأراضي اللي كان اقتطعتها الاستعمار التركي من لبنان، وأعاد إلى لبنان يعني خريطة لبنان الحالية اللي تجمع كل طوائف المجتمع اللبناني داخل البلد الواحد. فيروز عمرها 85 عام، فيروز رمز لوحدة لبنان، فيروز تكون الفنانة الوحيدة اللي تقف على مسافة واحدة بين كل الطوائف اللبنانية، فيروز اللي غنت لكل لبنان لبيروت، فيروز لا تنحاز في أي موقف لأي فريق سياسي، لدرجة أن ابنها زياد بما يمثل زياد رحباني كان ظهر في مقابلة تلفزيونية وقال أن السيدة فيروز تشعر بنوع من الحب تجاه السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله. هذا الأمر أغضب فيروز من زياد وظلت تقاطعه طوال 3 أعوام، لأنها ترى أن نفسها هي فيروز لكل لبنان وليست لفريق سياسي. وبالتالي قرار الرئيس الفرنسي، واعتقد ده المدرسة الفرنسية والسياسية هي التي يعني أشارت عليه بأن تكون أول مهمة بعد وصول إلى لبنان في مناسبة مئوية لبنان، هي زيارة منزل فيروز تقديرا، وطبعا منحها أعلى وسام فرنسي، وده هذا ثالث وسام تحصل عليه فيروز من فرنسا تقديرا لدورها ومكانتها. وهي فيروز يعني حتى داخل لبنان سيدة تعيش خلف الأبواب المغلقة، يعني لا يمكن تدلي بتصريحات إعلامية، لا تتدخل في الشأن العام، تعمل للفن وللفن فقط. ولو كل لبنان يعني عمل بطريقة فيروز وبهذا النهج سوف تصبح لبنان دي منارة في العالم، لأن المواطن اللبناني على المستوى الفردي مبدع ملهم. في أي بلد في العالم موجود لبناني وله بصمات، لكن في إطار العمل الجماعي تحدث الخلافات لسبب الطائفية الموجودة في لبنان.